الحمد لله ان احنا اكتشفنا الورم في الوقت المناسب. لو كنا اتاخرنا شويه كانت المساله هتبقى اصعب كتير. ايوه بس دول مش هيستأصلوا الورم بس، دول هيشيلوا الرحم كله. ما هو لو استأصلوا الورم لوحده ممكن يرجع تاني. احمد ربنا في ناس عندها اولاد لكن مش قادره تستمتع بيها عشان المرض. اتفضلي. استاذ وليد، القسط الدفع. الدفع؟ قدامي اهو القسط اللي متاخر الدفع وكمان القسط اللي جاي. ازاي؟ مش عارف، جايز تكون جات المدام ودفعتهم. ممكن استفسر لك سؤال؟ يا ريت. الو؟ ايوه حبيبي، القسطين الاخرانيين بتوع الاستاذ وليد ثابت مكتوب قدام ان هم اتدفعوا. ماشي ماشي، شكرا يا حماد. مظبوط، المدام جت الاسبوع اللي فات ودفعت القسطين كاش. شكرا. تحت امرك. سلمى سلمى، ايه يا وليد، نسيت حاجه ولا ايه؟ مالك في ايه؟ انت دفعتي قسط الشقه المتاخر والقسط اللي بعده؟ ايوه. انا مش شايفه ان في حاجه. يعني انا شايف ان فيها مشكله. انت ما كنتيش واخده بالك ان هعرف ولا ايه؟ لا يا وليد، انا ما كنتش متصوره ان انت هتكبر الموضوع بالشكل ده. انت بتمر بازمه وانا الطبيعي ان انا اقف جنبك. جبتي الفلوس منين يا سلمى؟ خدتي من اهلك ولا كسرتي الوديعه بتاعتك؟ ولا دي ولا دي. سلمى ما تكدبيش عليا، كفايه كده. انا هقول لك بس علشان خاطري، عشان خاطر البيبي اللي في بطني ما تزعلش نفسك. بابا كان بيديني كريدت كارد ب 20,000 جنيه وانا قفلت الحساب، وبعدين ما كل الناس بتعمل كده. بتعمل ايه بس؟ والله عارف. انت تدفعي الاقساط من الفلوس اللي حطها لك ابوك وهو يكلمني يجيب لي زباين. انت اللي كلمتيه عشان يجيب لي شغل. والله يا وليد ما حصل. هو عايز يكسرني وانت تساعديه؟ خلاص؟ عمل اللي هو عايزه في الاخر؟ عرفني ان هو اللي بيصرف عليا وعلى بيتي وانت عارفه؟ وليد والله يا وليد، طب استنى نتكلم، طب نتفاهم. أنا كنت في اسكندرية من يوم الأربعاء، كنت بكلمها بصفة مستمرة لحد يوم السبت، فجأة ما بتردش. حاولت أكلمها بعد كده كتير لكن ما كانش فيه فايدة. طلبت من ابني طارق إنه يروح البيت ويطمني عليها. أيوه، بلغت عن اختفائها. متجوزين من 3 سنين ونص، علاقتنا كانت كويسة قوي. لبنى طيبة ولطيفة قوي مع الناس، كانت ست جميلة وطيبة وجدعة قوي. لبنى كانت سكرتيرة في شركة، صاحبها عميل عندي. مراتي بقى الله يرحمها وولادي كانت ماتت من 5 سنين، فلما شفتها عجبتني اتجوزنا. كانت مطلقة وعندها ابن اسمه كريم. أبوها وأمها ميتين وليها أخت عايشة في الخليج مع جوزها. الوالد كان عايش مع أبوه، كنا بنصرف عليه وهي كانت بتزوره بصفة مستمرة. والد كريم كان مصمم إن ياخده في حضانته بعد ما اتجوزنا. لبنى الله يرحمها ما كانتش عايزة تخش في مشاكل وقضايا، عشان كده قررنا قبل ما تتوفى إن كريم يجي ويعيش معانا. عدالي أنا؟ لحد علمي انا ما عنديش خلافات مع اي حد ممكن توصل يعني انه ينتقم مني في لبنى. ولبنى كمان ما اعتقدش ان عندها خلافات توصل للدرجه دي. لا انا ما اعرفش مجوهراتها بالظبط، بس هي طول عمرها بتحب الذهب والمجوهرات، كانت بتهتم باناقتها وشياكتها، حتى كانت بتستعملهم بالنهار. يعني تلاقي لابسه مثلا الدبله بتاعتها، خاتم، حلق، حاجه متعلقه في رقبتها، حاجات زي كده يعني. احنا اسفين يا رافض باشا على تعبك معانا، البقاء لله. انا عارف ان احنا ضغطنا على سيادتك كتير قوي النهارده، بس زي ما حضرتك عارف كله في مصلحه التحقيق. انا عارف، ولو احتجتوا اي حاجه اطلبوني على طول. احنا بس هنكون محتاجين مساعده حضرتك في ان احنا ناخد اذن من المجلس، عشان يعني لو حبينا ناخد اقوال حضرتك مره ثانيه، ويا ريت حضرتك تقدم لنا على الطلب ده بنفسك. انا هقدم على الطلب ده بنفسي فعلا،
وانا بوعد سعادتك ان احنا هنوصل للقاتل في اقرب وقت ممكن. انا متاكد ان كنت هتشوف شغله كويس. تشكر والسلام عليكم. مع السلامه يا فندم. تتخديش يا حبيبتي، ما تتخديش. قومي يا حبيبتي ريحي في الأوضة بدل ما انتي نايمة النومة اللي تقطم الوسط دي. حاضر. أنا فوق ده. انتي كويسة يا حبيبتي؟ يا ماما الحمد لله. طب هروح أعمل لك كوباية شاي. طمني عليك، انت كويس؟ طمني انا كويس. طب انت بس عايزك تتكلم معايا تطمني عليك والنبي قولي اي حاجه. مفيش حاجه تتقال، انا كويس. كويس ازاي؟ ما هو انت لو كويس كنت رحت الكليه ورحت اتدربت ورجعت لحياتك عادي. ما تمشيش كده بقى وتسيبني. انا مش هسيبك تخش الاوضه دي وتقطع على نفسك تاني. انا هموت. وبعدين حب ايه ده؟ يقطع الحب وسنينه اللي بالشكل ده. انت فاكر ان هي حاسه بيك؟ دريانه بوجودك؟ دي ست ما بتحسش. اديني بقى نمرتها عشان افهمها اصلها ايه. ارحميني بقى، ارحميني، دي ماتت. هلاوي هلاوي. كنت بحبها قوي، كنتش متخيل ان انا ممكن احب حد كده، بس يا خساره. طب ما تقولي هي ماتت ازاي؟ ماتت في حادثه ولا ماتت ازاي يا حبيبي؟ لا، هي ماتت بالنسبة لي أنا لما عرفت إنها مصاحبة واحد تاني. يا أخويا فداهي، اللي زي دي ما تقهرش نفسك عليها بالشكل ده. ياما بكرة هتقابل أحلى وأجمل منها 60 مرة. وبعدين دي مش آخر الدنيا يعني. أنت عارف أنت موجوع ليه؟ موجوع عشان اتصدمت فيها أول مرة تحس بالمشاعر دي. أوعى تخليها تفقدك ثقتك في نفسك، أوعى. أنا مش عايز أتكلم عنها. اي كلام بيفكرني باللي حصل وانا عاوز انسى. يا حبيبي الزمن دايما بينسي. هو انت فاكرني بعد جدك كنت فاكر اني هقدر اعيش؟ بس عشت ووقفت على رجلي عشان اوقف امك على رجليها واربيها وفاطمه اللي نسيتني كل احزاني. ربنا يخليكي ليا يا امي، ما تحرمش منك ابدا. وانت يا حبيبي هتعدي من اللي انت فيه ده. على فكره انت مش خسران، هي اللي خسرانه. وفي حد في الدنيا يسيب حد بيحبه بالطريقه دي وزي القمر كده؟ احنا الاثنين خسرنا يا ماما، احنا الاثنين. اللي يخسر في مباراه يكسب في الثانيه، مش ده اللي انت اتعلمته من الكيك بوكسنج؟ كيك بوكسنج ايه بقى ونيله ايه؟ كله زي بعضه. لا ازاي؟ انت لازم ترجع لحياتك وتبقى احسن من الاول، وعشان تقهرها لازم تحسسها انك انت نسيتها. ما تقلقش ان انا ممكن انسى. ماما. ايه؟ ماما متهيألي في حاجة تانية. حاجة ايه تاني بقى؟ هو انت يا بنتي ما تعرفيش تريحي نفسك؟ حرام عليكي نفسك. هو قلق ونكد وخلاص؟ ولا عايزه اقلق ولا عايزه اتنكد، انا عايزه دماغي تستريح. انا قلبي حاسس في حاجه مش طبيعيه. يا حبيبتي معتز بخير، هما يومين ثلاثه وهيرجع زي الفل تاني، وهتقولي ماما قالت. يا رب يا ماما، يا رب يسمع منك ربنا.